في الفيديو ده هعرفك امتى استخدم I وامتى استخدم I am، بس تابع معايا الفيديو للنهاية. هنبدأ بـ I am. امتى استخدم I am؟ لو هيجي بعدها اسم زي I am أحمد. طيب ايه تاني؟ لو هيجي بعدها صفة زي ايه؟ I am happy. بيقول لك هيجي بعدها كمان حرف جر زي مثلا I am in the garden. آخر حاجة هيجي بعدها فعل، بس فعل آخره ing زي إيه؟ I am playing، اللي هو المضارع المستمر. طيب نيجي لآي، آي هيجي بعدها إيه؟ فعل. آي هيجي بعدها فعل. طيب إحنا قلنا في I am هيجي بعدها فعل آخره ing، يبقى آي هيجي بعدها أي فعل ما عدا الفعل اللي آخره ing زي إيه؟ I play، I drink، أي فعل بقى أنت عايزه في أي زمن ما عدا المضارع المستمر ده بيجي بعد I am. بس كده. لو عجبك الفيديو ريت تشترك في القناة وتقول رأيك في الفيديو في التعليقات، ولو عايز أي شرح اكتب لي في التعليقات وأنا بإذن الله هشرحه لك في فيديو مخصوص.